اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. اسمحوا لنا في بدايه الحلقه نرحب بضيفينا معنا في الاستوديو الاستاذ عبد العزيز السويد الكاتب الصحفي والناقد الرياضي المعروف. مساء الخير يا هلا ويا مرحبا فيك وعودا حميدا يا ابو. شكرا كاتب صحيفه شمس طبعا عشان صحيفه شمس لا يزعلون علينا. شكرا لوجودك. ان شاء الله نقدم حلقه جيده اليوم. بينا شاكر لك وللاخوه المشاهدين والمستمعين والزميل حسن طبعا الاعلامي المعروف الكاتب الصحفي والناقد الرياضي ورئيس تحرير صحيفه هاتريك الالكترونيه الرياضيه الشهيره حسن عبد القادر. مساء الخير حسن. مساء النور تركي. مساء الخير يا اخوي عبد العزيز وان شاء الله نقدم زي ما قال الزملاء حلقه ان شاء الله تكون تفيد المشاهدين باذن الله تعالى. خلينا نبدا باخبار شوت الاتحاد الاسيوي. في اخبار شوت اليوم نبدا معك عبد العزيز. يختار نور المنافس على جائزه افضل لاعب. اختار الاتحاد الاسيوي لكره القدم قائد الاتحاد محمد نور ضمن افضل 15 لاعبا في القاره لعام 2011 وسيتنافس نور مع 14 لاعبا اخر على جائزه افضل لاعب اسيوي. والله شوف محمد نور انا اعتبره المفروض يصير من فوزير هذا الموسم. فوزير هذا الموسم ايوه يعني رجل يبدع ومع ذلك لا نجده مع المنتخب الاساسي. رجل يتم ترشيحه لافضل لاعب في اسيا مع ذلك لا نجده. رجل اغلب المدربين اللي مروا على المنتخب لا يتم ضمه واذا حضروا الاتحاد اعتمدوا عليه زي كالديرون مثلا. ما ضمه وجاء في الاتحاد واعتمد عليه اعتماد كامل. لذلك الإشاعات اللي ظهرت لما قالوا أن خطة ريكارد لا تناسب مع أنه نفاه السيد ريكارد. أتمنى الآن أنهم يبنون خطة على اللاعب محمد نور عشان نفوز على الفرق الكورية والفرق اليابانية لأن احنا ملينا خلاص من لا بس احنا أنا بتعرف أبو نايف أنا قلت الكلام قبل 4 أيام أو 5 أيام أو أسبوع ما عاد شوف عاد تكلمنا أنه موضوع نور أصبح يعني قصة كل تشكيلة منتخب. يعني أنا أزعم أنه من 6 أو 7 سنوات في كل تشكيلة للمنتخب وأنا متأكد من هالكلام في كل تشكيلة للمنتخب عندنا سالفة محمد نور. طب ليه؟ مو هذا هو يعني عارف احنا دائما نقول يعني أنه إذا اللاعب عنده مشكلة انضباطية عنده مشكلة إدارية عنده قرار إداري ترى يخرج المسؤول ويقول إنه ترى محمد نور يا جماعة الخير فنيا ما في مشاكل عندنا مشكلة مع اللاعب إدارية مشكلة انضباطية وخلاص يغلق الموضوع ولا حد يفتح. بس صعب جدا لما واحد مثل محمد نور ونشوف الآن هدفه على الشاشة يقدم هالمستويات ويخرج مدرب منتخب أو مدرب يعني عنده فهم كروي ويقول لك والله محمد نور ما ينفعني محمد نور ما يخدمني. بصراحة هذا الموضوع محبط. في شيء أيضا نبغى نقوله مهم هنا في هالجزئية. حتى لو انضم محمد نور الآن للمنتخب يا أخي إيش النفسية اللي ممكن تتوقعها من لاعب أنت طول السنة كمدرب تقول له ما تخدمني ولما تجي عاد على قولتهم تتورط ولا تبغى أحد ينقذك وتبدأ تتسلح بكل الأسلحة اللي موجودة تطلب من هذا اللاعب أن يقدم لك شيء وأنت ما أعطيته أي نوع من الدعم المعنوي وأنت لك فترة وأنت تحبط فيه وتقول له تعال يلا عطني مع المنتخب فيقدم عطاء ما هو هو المنتظر ويقولون شفتم اللاعب هذا ما يقدم شيء. والله شوف على أساس كذا احنا بنتكلم مي القضية قضية نادي ولا قضية محمد نور قضية لاعب ممكن يخدم المنتخب السعودي هذا اللي أنا أتكلم عنه. قضية لاعب ممكن يخدم لذلك المشكلة الآن حاليا حتى لما تتكلم عن محمد نور يتم اتهامك بأنك تنظر عن طريق نظرتك نظرة نادي ولكن ومع أنه أكثر من لاعب يتم الحديث عنه لماذا لم يلعب أساسي لماذا لم يتم زج به لماذا لعبه لذلك هنا الإشكال. لذلك أنا أتوقع أنه يعني هنا اللغز اللي يجب أنه يكون واضح زي ما وضحت أنت الآن حاليا محمد نور الآن من ضمن داخل بقوة من ضمن أفضل لاعبين في آسيا لذلك خروج محمد نور معناها مين قضية مستوى فني عارف لذلك يجب أن يكون في بيان واضح. لذلك لا تجي تقنعني تقول محمد نور لا يخدم خطة والكلام هذا أبدا لا ما صار ينطلع الجمهور يعني ابدا ما حد راح يصدقه. انا هنا اتكلم بمصلحه عامه. اللاعب الان حاليا شوف ايش قاعد يقدم في نادي الاتحاد قاعد يقابل فرق يعني مستوى عالي في اسيا مو راح مو يقدم ما يبدع قدام فرق ترى صار على الهبوط. اللاعب قاعد يقدم الان حاليا لذلك انا اقول لك حتى لو قالوا ان لا يخدم الخطه الان يفترض انه تبنى الخطه على اللاعب محمد نور خلينا نغير التكتيك تبعنا عشان محمد نور لأن محمد نور الآن خطة الاتحاد مبنية عليه
لذلك وللمصلحة العامة طالما أنها ما تتعارض مع أي شيء آخر يجب أن نعتمد على 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 النجم هذا وناخذ جميع أو عصارة جهده خصوصا في المرحلة الحالية. والله شوف يا مو عشان محمد نور أجل محمد نور، أنا عشان مصلحة عامة ما هم محمد نور، حتى لو أي لاعب غير محمد نور اللي ممكن يخدم المنتخب يجب اللاعب الجاهز لازم يكون موجود في المنتخب السعودي. وأنا أقول شيء أبو نايف، إحنا في نهاية المطاف، شوف في نهاية المطاف المنتخب نبغى يكسب، صح، يكسب بمحمد نور، يكسب بخطة المدرب اللي ما تتفق مع محمد نور، يكسب بلاعبين احتياط، يكسب بأي طريقة ممكنة. يعني احنا ما ننتظر شيء، احنا ما يعني احنا في برنامج كورة حتى للأمانة موضوع محمد نور في كأس آسيا فتحنا بعد ما خرجنا من كأس آسيا، وموضوع محمد نور في التشكيلة الحالية فتحنا بتوسع بعد ما خسرنا من استراليا. يعني احنا ننتظر نشوف، يعني كإعلام او كبرنامج كورة نعطي فرصة نشوف ايش العمل المقدم، لكن لما تصير في خسارة خلونا نتكلم. واحنا نقول ما نبغى شيء، نبغى احد يقول لنا هذا اللاعب عنده مشكلة إدارية عشان احنا نسكت. الشفافية ترى تريح الناس، صح. المصداقية تريح الناس، المصداقية والشفافية تخلي الناس ما تقفز الاجتهادات، ما تخلي الناس تتألف قصص، صح. ولا لا يا حسن؟ نعم، اولا خلينا انا اثني على كلام اخوي عبد العزيز وعلى كلامك ايضا. انا بقول نقطه بس يمكن في نفس السياق بس بشكل مختلف اخر. اولا اكثر من مدير المنتخب مروا على المنتخب، الان الاستاذ محمد المسيحي قبله فهد المصيبيح واسماء كثيره قبله، طبعا كانت نفس العذر انه اللاعب لا يتناسب مع تكتيك المدرب. طب انا سؤال بسيط، الان اي مدرب يختار تشكيله اكيد يعني يكون فيها من لعيبه الوسط 8 لاعبين من افضل لاعبين الوسط في السعوديه، 8 لاعبين مثلا للوسط و8 للدفاع والهجوم. هل محمد نور الثمانية لاعبين الاخرى الاخرين في الوسط السعودي هل افضل كلهم من محمد نور؟ طبعا ما راح تقنع احد بهذا الكلام. انا يعني كلام الاخ عبد العزيز انه نبني خطتنا على محمد نور، نعم، اذا لاعب مؤثر وهام ويقوم بادوار نفسيه وادوار فنيه داخل ارض الملعب، نعم ابني خطتي عليه لانه لاعب مؤثر. محمد نور الفرق الاسيويه اللي لعبت الاتحاد من سنين طويله ومحمد نور شارك مع الاتحاد كانت تبني خطتها على كيفيه ايقاف محمد نور، لانه لاعب خطير، لاعب يؤدي ادوار داخل ارض الملعب. يمكن لو نفتكر الان نعود بالذاكره قليلا كم شهر وراء مباراه الاتحاد والهلال في دور ال 16 من بطوله دوري ابطال اسيا، كيف كان فعلا نجم المباراه واهل الاتحاد لهذا الدور، شفناه في مباراه الامس بغض النظر عن الهدف اللي سجله الى تمريره الهدف الثالث للاعب وندل تدل على انه لاعب يستطيع ان يجد الحلول في اضيق المساحات، وهذه لا تتوفر في اي لاعب سعودي اخر. وبالتالي احنا عندنا لاعب يملك كل هذه الحلول ويملك كل هذه القدرات ويملك كل هذه الاشادات من ناس محايدين، اذا لماذا لا نستعين فيه؟ مو شرط محمد نور يكون اساسي بدايه المباراه او انه لازم يجي عشان ياخذ الكابتنيه، لكنه نجيبه لانه لاعب مؤثر في الكره السعوديه، بالتالي محله موجود. ناخذ من محمد نور الى ان ينتهي. نعم حسن اذا تسمح لي بس، يعني الان لو ينضم اي لاعب بغض النظر عن محمد نور، لما نمسك احنا لاعب وخلنا نقول نكسر مجاديفه طول الوقت سواء من المدرب وخلنا من الاعلام، الاعلام عموما يعني الاعلام ما ضد ما هي مشكله، نتكلم عن المدرب. لما يخرج مدرب الوطني او مدرب المنتخب الوطني ويقول لك انا ما احتاج اللاعب، وبعدين فجاه يقول تعال اللاعب ويضمه للفريق او المنتخب، تتوقع في عطاء من اللاعب في نفسية تعطي فيه، ولا اللاعب يحس انه تحت الضغط المعنوي وانه اثبات انه انا عندي الامكانيات طول الوقت، هذا ممكن يأثر على اللاعب نفسيا او حتى فنيا؟ انا بجيبك بشكل اخر، انا اتمنى يعني اذا كان يعني اتمنى طبعا انه يستمر ريكارد مع المنتخب السعودي طوال فتره عقده وانه يستمر لسنين طويله جدا، يعني اذا كان حقق النجاح المطلوب، لكن لو حصل لا سمح الله اي شيء اتمنى ان يكون ريكارد مدرب الاتحاد في الموسم القادم. شوف اللاعب غير المؤثر كيف حيكون مؤثر بالنسبه له؟ والله هذه امنيه لو صارت. يعني زي كالديرون، هو كالديرون صرح تصريحين متناقضين، كالديرون مع المنتخب قال انا محمد نور ما يخدم طريقة الفنيه، طيب. ولما راح مع الاتحاد صرح تصريحه الشهير هذا هذا لغز لازم يعني يطرح الموسم هذا. هو ما هو لغز محمد، عارف عبد العزيز، هو ما هو لغز يعني هو هي مساله واضحه، بس احنا اللي نبغى نقوله انه محمد المسيحي في اخر لقاء له اشاد بمحمد نور وبانضباطه وانه لاعب قدوه اداريا، انا اتكلم على المستوى الاداري الان حاليا. طب اذا وعلى المستوى الفني احنا نشاهد داخل الملعب حاليا كالديرون، احنا نذكر لما راح الاتحاد قال انا اضع محمد نور واوزع 10 لاعبين، فاذا احنا اللي نبغاه عشان هل خلينا نقول اللغط. هل النافذه تغلق
تغلق تماما، في شفافيه ترى والله العظيم المصداقيه والصراحه مع الناس ترى ما في احلى منها، والناس تسكت يعني الناس لو شافت اجابات مقنعه ما حد يقدر ما حد يحكي، ما تضطر انت تروح تالف قصص وتقعد تسوي ضغط. لما يخرج المسؤول يقول لك والله يا محمد نور ما راح يروح منتخب بسبب كذا وكذا وكذا وكذا، حلو، لا انا ولا انت ولا اي اعلامي حيتكلم، انتهى الموضوع خلاص نقطه نهايه السطر. بس تجي تقول لي والله محمد نور فنيا مو قاعد يلعب، طب نشوفه في اسيا يبدع، نشوفه مع الاتحاد يقدم مستوى. يعني انا اشعر بصراحه يعني ما اعرف هذا شعوري الخاص، احيانا احس محمد نور اجمل مباريات تكون بعد تشكيلة المنتخب. ما ادري هو فعلا يتعمد ولا احنا نصير يعني نستمتع بنور اكثر لما تخرج تشكيله المنتخب محمد نور مو فيها، احس ان الرجل هذا يرد في الملعب بشكل كبير، يقدم مستوى يعني قدام هونغ كونغ كان من افضل اللاعبين اي في المرحله هذه. بس يعني اعذار الان اعذار لا يخدم خطتي والكلام هذا، ما يمكن انك تجيب لاعب احتياط وتخليه يلعب اساس في المنتخب السعودي ولاعب بحجم اللاعب محمد نور او ايا كان. يعني مثلا مو مقنع مثلا اني زي لاعب زي مثلا كريري مثلا ما يلعب، او لاعب زي مثلا خلنا نقول الان ناصر الشمراء الان حاليا انه ما يلعب اساسي، اشياء مين مقنع، الرجل قاعد يجيب اهداف ما تلعبه هنا، في شيء هنا يعني يا اما ان احنا يعني جاي من كوكب اخر مثلا، او انه لا احنا مثلا احنا مغيبين، احنا في هذا الموضوع اقولها بكل صراحه مو قاعده تجينا اجابه شافيه ولا اجابه مقنعه، وراح تظل الناس تتكلم وتحكي وتقول علمونا ليش نور مو في المنتخب، اعطونا سبب مقنع وما حد حيسكت. يعني لما محمد نور السنه هذه من ضمن 14 لاعب لنيل جائزه افضل لاعب في اسيا، وفي الآن وفي 2009 كان من ضمن افضل لاعب في اسيا مرشح، الموسم الماضي في جائزه القناه الرياضيه السعوديه الجائزه الرسميه اللي بحسب ما ذكر عندنا في البرنامج انه في اكثر من 30 مدرب وشخص له علاقه وخبره رياضيه قاعد يطلع ويقول لك محمد نور احسن لاعب. طب إذا الجهات الإعلامية والمدربين الفنيين في القناة الرياضية السعودية قالوا محمد نور أحسن لاعب، إذا الاتحاد الآسيوي يضعه من ضمن 14 لاعب، إذا اللاعب قاعد يقدم مستوى ويجينا واحد يقولنا أن محمد نور ما يخدمني فنيا. حسن عندك تعليق أخير؟ التعليق أنا بقول يعني هو لا تنظر أنه لازم محمد نور يكون أساسي، أنت عارف يعني أنا بتكلم عن مجموعة أفضل 8 لعيبة وسط في تشكيلة المنتخب حيكونوا، هل محمد نور السؤال مو من ضمن أفضل 8 لاعبين وسط في المملكة العربية السعودية؟ انت بتكلم عن مجموعه 22 لاعب كلهم كل واحد فيهم مؤهل يكون اساسي، بالتالي انا اختار محمد نور استفيد منه في المباراه دي، ما استفدت منه يبقى عندي على الدكه استفيد منه المباراه الثانيه، لكنه ما يكون بعيد عن المنتخب. وانا اقول لك يا حسن شوف يعني عارف ترى هذا النوع من الحديث اللي او خلينا نقول هذا النوع من الاسئله اللي ما له اجابات يخلي الناس تتالف قصص، اللي يقول لك زعلان مع ياسر القحطاني على الكابتنيه، واللي يقول لك زعلان مع المصابيح على مكافاه المنتخب كلنا نسمع هالكلام، واللي يقول لك زعلان ما ادري وشو، يعني خلاص كل واحد يجلس في البيت ويشرب شاهي ويالف قصص ويلا وخذ ومن حقه وكله من حقه وما تلومه ما تلومه. لما يطلع واحد اسمعني لما يطلع واحد ويقول محمد نور ما راح المنتخب شالوه عشان كابتنيه تضارب مع ياسر القحطاني ويالف لك هالقصه لانه ما في جواب، لما يقول لك تضارب مع فهد المصابيح لانه مكافاه قليله وانها اقل من اللي ياخذه مع النادي ويالف هالقصه لا ما يلام لانه ما في جواب، لكن لو يطلع احد ويقول لك محمد نور ما راح يروح للمنتخب بسبب كذا وكذا وكذا والله ما حد يتكلم. صح ولا لا؟ والله لا هو مقنع لذلك يعني ممكن احنا نطلع الان حاليا ونمشي مع التيار، ولكن كذا زي ما قلت انت بنستغفر العقول، يعني في شيء ظاهر في شوف في الملعب ما حد يقدر يخبيه في الملعب الان حاليا خلاص الان حتى يعني ممكن الجمهور الان اوعى من اي شخص ممكن ينظر عليهم لان انت قاعد، فلذلك يعني صبر جميل والله المستعان.